يقول زوجة تعاني من مرض نفسي وهي تطلب الطلاق، مع أن معاملاتها مع أولادها والأشياء التي في بيتها معاملة سيئة لمرضها. ما رأيكم في تطليقها؟ لو طلقتها هل أكون آثمة؟ هذا راجع إلى الداعي إلى الطلاق. إذا كان الطلاق دعت إليه حاجة، كان تكون ليس لك بها رغبة، أو تكون هي أيضا لا ترغبك، فإن في الطلاق مخرجا، لأنه حل للمشكلة. أما إذا كانت الأمور صالحة بينك وبينها، أو كانت محتاجة إليك، كانت محتاجة إليك بأن تكون مريضة وتحتاج إلى أن تبقى في عصمتك من أجل الإنفاق عليها ومن أجل رعاية مصالحها، فالأولى بك أن تمسكها وتحسن إليها. نعم.